تتوافر في ثمار البطيخ العديد من الخواص العلاجية لبعض الأمراض والاضطرابات، من بينها أنها تعالج الجفاف وتقوي القدرة الجنسية وتساعد على إنقاص الوزن لمن يعانون من السمنة، ومفيدة لاضطرابات القلب ولأمراض الكلى المزمنة. كما أن البطيخ يعالج احتقان العضلات ويضبط معدلات ضغط الدم وغيرها من الخواص العلاجية المذهلة التي تتوافر في ثماره. الفوائد الطبية للبطيخ: البطيخ علاج للسمنة. يحتوي البطيخ على سعرات حرارية قليلة، لذا فهي من خيارات الأطعمة التي تضاف للنظام الغذائي لمن يخططون لفقد الوزن، لأن المحتوي العالي من الماء في البطيخ يعطي للإنسان إحساس بالشبع، وهذه المياه أيضا تزيد من كفاءة التمثيل الغذائي وغسيل الدم من السموم والدهون، وبالتالي الإسهام في فقد الوزن. فشريحة البطيخ تحتوي على 86 سعرا حراريا وأقل من جرام من الدهون، ولا يوجد به كوليسترول، وحوالي 22 جراما من الكربوهيدرات، وتمد الإنسان بمقدار 5% من احتياجاته اليومية من الألياف. البطيخ مفيد لمن يعانون من أمراض الكلى المزمنة. على الرغم من أن البطيخ غني بالبوتاسيوم، إلا أن نسبة البوتاسيوم به أقل مقارنة بالأطعمة الأخرى، لذا فهو من الخيارات الآمنة لمن يعانون من أمراض الكلى المزمنة والذين يحتاجون خيارات فاكهة قليلة في نسبة البوتاسيوم بها، مع الأخذ في الحذر أن هناك بعض المرضى لا تكون الكلية لديهم قادرة على التخلص من البوتاسيوم الزائد عن حاجة الجسم من خلال الدم، وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع معدلاته بجانب مضاعفات أخرى. البطيخ يعزز الجهاز المناعي لمن يعانون من اضطرابات مناعية، وتعزيز الجهاز المناعي يتمثل في احتواء ثمار هذه الفاكهة على فيتامين ج وفيتامين ب6، الذي يساعد الجهاز المناعي على إفراز الأجسام المضادة وعلى تكوين خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي يحمي الجسم من العدوى ويحاربها في حالة الإصابة بها. البطيخ يخفض ضغط الدم المرتفع. البطيخ غني بالأحماض الأمينية الهامة للحفاظ على معدلات الضغط لتكون بأمان، وخاصة إذا تم شرب عصير البطيخ الذي يحتوي على المعدلات المركزة من هذه الأحماض. كما أن البطيخ غني بمعدن البوتاسيوم، هذا المعدن أو العنصر الهام الذي يساعد على خفض معدلات ضغط الدم المرتفعة ويعمل على تنظيمه أثناء ممارسة النشاط البدني. البطيخ يخفف من حدة أزمات الربو عند الأطفال. إن مضادات الأكسدة التي تتوافر في البطيخ وتتمثل في الليكوبين تساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا التي قد يصاب بها الشخص، أو تقدم الحماية منها قبل الإصابة بها، كما أنها تقلل من نوبات أزمات الربو التي قد تصيب الأطفال وتمكنهم من سهولة التنفس أثناء الإصابة بها، وخاصة إذا تم تناول الأطفال لهذه المادة المتوفرة في البطيخ بجانب فيتامين ألف، الأمر الذي يخفف من حدة أعراض الأزمة بشكل كبير. البطيخ يعالج الإمساك. البطيخ يساعد في عملية الهضم لما يحتوي عليه من ماء وألياف، الأمر الذي يعمل على تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك لمن يعانون منه. البطيخ يخفف من أعراض حرقان فم المعدة عند المرأة الحامل. حرقان فم المعدة من الأعراض الشائعة التي تنتاب المرأة أثناء الحمل، والبطيخ يساعد على تخفيف حدة أعراضها، كما يقلل من حالة الغثيان التي تصيب المرأة الحامل بالمثل. والمعادن المتوفرة في البطيخ تساعد على علاج التقلصات العضلية التي تصيب الحامل في المرحلة الثالثة من الحمل أو الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. البطيخ يخفف من احتقان العضلات. إذا كانت هناك آلام بعد ممارسة النشاط الرياضي، فالبطيخ هو المفتاح لعلاج مثل هذه الآلام، لما يحتوي عليه من أحماض أمينية التي تعمل على تهدئة العضلات بعد ممارسة نشاط رياضي مجهد، كما تقلل من أعراض الإجهاد. وشرب الرياضي لعصير البطيخ يساعد على إمداد العضلات بمزيد من الأكسجين، وبالتالي سرعة شفائها. البطيخ أفضل وسيلة لعلاج الجفاف. إن نسبة المياه المتواجدة في البطيخ تمثل 90% من محتواه، لذا فهو من المصادر الجيدة لعلاج الجفاف وبقاء الإنسان بعيدا عنه، كما أنه مدر طبيعي للبول بدون أن يجهد الكلى. البطيخ يعالج التهابات اللسة. إن مادة الليكوبين التي تتوفر في البطيخ بشكل طبيعي تساعد على علاج الالتهابات، بل وهي أفضل من البيتا كاروتين في كونهما يعملان كمضادات للالتهابات، كما أن فيتامين سي الذي تحتوي عليه ثمار البطيخ يساعد على بقاء الشعيرات الدموية واللسة،
صحية قدر الإمكان، لذا فإن نقص هذا الفيتامين يسبب التهابات اللثة ونزيفها، وتناول شرائح من البطيخ بشكل منتظم تعالج هذا النزيف كما تقي من الإصابة به، حيث أن فيتامين جيم يقتل البكتيريا في الفم ويقدم الحماية للثة من أي عدوى. البطيخ مفيد مع ضربة الشمس والإجهاد الحراري. إن المحتوى العالي من الماء في ثمار البطيخ يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس الحارة، وخاصة في فصل الصيف الشديد الحرارة. لذا فإن البطيخ يعالج حالات الاستسارة المرتبطة بحرارة الجو، ويعالج الإجهاد الحراري، وخاصة عند تناول قشرته الداخلية البيضاء. البطيخ يعالج العجز الجنسي. الأحماض الأمينية التي تتوافر في البطيخ تعمل على الإرخاء وتوسيع الأوعية الدموية لمن يعانون من خلل في هذه العملية. وفي دراسة إيطالية تم الإشارة إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على الأحماض الأمينية تحسن من حالة العجز الجنسي، إذن فهو يعمل كفياجرا طبيعية. البطيخ يحافظ على معدلات الجلوكوز عند مرضى السكر. على الرغم من أن محتوى البطيخ من السكريات عال، إلا أنه لا يرفع معدلات الجلوكوز عند مرضى السكر، ولذا يكون من الفاكهة الصحية لمريض السكر، حيث يحتوي على خواص مفيدة، وخاصة عصيره الذي يقلل من إجمالي الدهون بالجسم، الأمر الذي يحافظ على معدلات السكر عند مرضى السكر، في حين أنه أوصت بعض الدراسات عكس ذلك. لا بد من استشارة مريض السكر للطبيب للتعرف على الكم المسموح بتناوله من هذه الفاكهة الصحية. الأضرار الصحية المرتبطة بالبطيخ. إن الاستهلاك المتزايد للبطيخ قد يكون له بعض الأضرار، والتي تكون نادرة الحدوث في حالة ما إذا تم تناوله بشكل زائد عن الحد. البطيخ قد يسبب عسر الهضم. إن غالبية الفوائد التي تكمن في البطيخ تعود إلى مادة الليكوبين المتوافرة فيه، إلا أن الإفراط في تناول هذه المادة تسبب اضطراب في الجهاز الهضمي وشعور بالأعراض التالية: الغثيان، القيء، عسر الهضم، والإسهال. البطيخ وفرط نسب البوتاسيوم في الجسم. الاستهلاك المتزايد للبطيخ قد يؤدي إلى تراكم البوتاسيوم في الجسم، وهي حالة طبية تكون فيها معدلات البوتاسيوم تزيد عن المعدلات الطبيعية، وهذا يؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب من ضعف النبض وعدم انتظام ضربات القلب. البطيخ والحساسية. هناك بعض الأشخاص لديها حساسية من فرط تناولها للبطيخ، والتي تتراوح من الأعراض البسيطة إلى الخطيرة التي تتمثل في الهرش وتورم الوجه، لكن هذه الآثار الجانبية التي ترتبط بفرط تناوله لا تمنع على الإطلاق من إدراج البطيخ ضمن الوجبات اليومية في النظام الغذائي للإنسان لحمايته من الجفاف والإجهاد الذي يصيب العديد منا في فصل الصيف الحار، فهي فاكهة صيفية صحية ومفيدة للغاية.